خليني أنا محمل بأمانات للناس. قضية البطاقة الموحدة في السفارات العراقية بالخارج، أنت تدري مرات أكو ناس حتى ما عتها فلوس الكروة تجي، وإذا أجت إراد لها إقامة ولازم يسووها، ويقولون البطاقة الموحدة تتأخر هواي. يعني شلون موضوع نعالجها بالسفارات؟ متى ستبدأون العمل بها؟ حقيقة هذا الموضوع دائما أكو عقود كانت موجودة للبطاقة الوطنية أو لكل مفاصل وزارات الدولة، حالها حال بقية الوزارات. قد أكو بيها بعض الخلل الإداري أعتبره أو الفني بالعقيد، ما يخلي الوزارة أن تسير بالشكل المطلوب أو يصير الاتفاق خلاف. نتحدث بصراحة، أي أول ما جئنا قالوا يوجد معمل البطاقة الوطنية ومن شركة ألمانية راقية، شركة الفيريدوس. داومنا، تعرف الحكومة استلمت تراكمات مع جائحة كورونا، مع هبوط أسعار النفط، مع الشارع يطالب بخدمات وتعيين وما إلى ذلك. نعم. قالوا نقص بالبطاقة الوطنية. نقص؟ جبت العقد بالبطاقة اللي على أساس ياب المعمل ينتج. قالوا لا، على أساس العقد يقول معمل، بس هو في الحقيقة المعمل ما ينتج، تجي بطاقات خام قد يرقموها ويثقبوها هنا. شفت حقيقة إحنا قالوا عندنا 5 ملايين بطاقة راح تجي، يمكن 5 أشهر يلا قدرنا نجيب 5 ملايين. قبل ايش قد هذا الحكي مع الوزير؟ قبل 5 أشهر يعني احكي لك. انا احنا بهاي الحاله نمشي المواطنين، لان ما قدرت توقفها، انت تسوي له معاملته حتى من تجازه تمشي راسه. حقيقه من هاي ال5 ملايين بطاقه الان تدخل بها دوله رئيس الوزراء شخصيا، والتقينا مع السفير الالماني وتدخل شخصيا بالموضوع، اجتنا ال5 ملايين بطاقه. بس في الحقيقة يفترض أن يكون هناك معمل للإنتاج فعلا على واقع الحال ومثل ما مثبت بالعقد. الآن تتروح له مو معمل حقيقة. ليش تأخر الإنتاج؟ ليش تلكوا بالعقد؟ إذا تسمح لي، لذلك مع الضائقة المادية اللي لقيناها مع فقرات العقد، أنت شلون راح تعدل؟ يابا وين المعمل؟ طلع المعمل حقيقة مبتدئ فقط، تجي بطاقة خام، المفروض بطاقة الخام هنا تنتج، مواد أولية أصلية وتنتج هنا. إيه؟ طلع لا، تجي بطاقة خام من ألمانيا، شركة تجيبها وهنا ثقبوها يرقموها وينطوها. يعني أنت العقد مو مع شركة ألمانية؟ نعم، بس ما منفذ العقد من هو مو عقد جديد، صار بالكذا سنة، أكثر من 10 سنوات. بس حقيقة لذلك احنا سارعنا، دولة رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة رئيس مستشارين، صار تصحيح بمسار العقد وننتظر التنفيذ الان. يعني الموجود عندنا الان اللي دا يصير، من اجتنا ال5 ملايين بطاقة سدينا بها. عندنا بعض الدول بها محطات، هاي المحطة احنا نأمنها وندزها لدول هسان. ذاك اليوم نزلت تونس، دول المغرب العربي طرحوا وقالوا احنا عندنا مثل تونس، الجزائر، المغرب، ما الى ذلك، كلهم عندهم اكو جالية عراقية كبيرة تنتظر بطاقة وطنية، تنتظر كذا. فاحنا المحطات ما يخص الجوازات والبطاقة الوطنية سارعنا ان قدرنا بالامكانيات الموجودة ان هي محطة راح ندسها لتونس تمشي. بس من تسألني انت الان مثلا على سبيل المثال، الوكيل أحد وكلاء وزارة الخارجية بتركيا، وعندنا جالية عراقية كبيرة في تركيا الآن، احنا على اتصال مع، مشكلتنا هي هاي، راح نتعاون إن شاء الله مع وزارة الخارجية، وراح طلبت أن يعدونا الكلف التخمينية حتى نعالجها جذريا لهذه المواد مع السيولة المالية والأفرة المالية الحالية، نقدر بلكة نأمن كم محطة ببقية الدول اللي هي بها جالية كبيرة حتى نقدر نمشي أمور البطاقة الوطنية. يعني هاي المشكلة، يعني المشكلة لازم تكون محطة ضمن المنظومة تدخل في تلك الدولة حتى نقدر ننتج البطاقة الوطنية. هي البطاقة الوطنية هي عبارة عن باج.
هوية تعريفية. نعم. ليش تجيب شركة ألمانية وعقيد وبالتالي؟ مو هذه شركة رصينة ما تزور، أكون صريح معك، بها مواصفات عالمية هاي. بها مواصفات. دول متخصصة بهالجانب. إيطالية، بريطانية، فرنسية. مثل هسه يعني هاي غير قابلة للتجربة. لا غير قابلة قطعيا، هاي يعني قطعية. شركات عريقة مثلا احنا جبنا هسه شركة أوتش الألمانية مثلا، هاي بالستينات مشتغلة بالعراق على مود لوحات العجلات وجبناها راح نسوي عقد استثماري معها. هاي الشركات يعني تعطيك اياه الرقم ب 11 باركود حتى يثبت النت مالته بباركود، ما يزور قطعيا يعني.